بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في الآية 52-53 من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. مرات طبعا تشعر بأنه في ضرورة توقف، شو علاقة الآيات بعضها ببعض، يعني ما يسمى بمناسبة الآيات بعضها لبعض. لاحظوا الآية الأولى 52 من سورة الفرقان، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الآية اللي بعدها إيش؟ وهو، أي الله سبحانه وتعالى، وهو الذي مرج البحرين إلى آخر الآية. ولذلك احنا سبق تحدثنا بأن القرآن هو كتاب في العقيدة، في العقيدة في الشرائع، في الشريعة موجود، في الأخلاق موجود، في علم، إذا صح التعبير، علم النفس موجود، الاجتماع، التاريخ إلى آخره. لكن هناك آيات في العقيدة، آيات في الشريعة، آيات، لكن كله في منهجية التفكير. هو يدرب المتدبر كيف يفكر، وهذه لأنه استفضنا فيها سابقا، مش أتوقف عندها. يعني أحيانا لما نجد أنه في ضرورة نوقف ونشوف العلاقة بين الآيات، معناته بدها تفكير، لأن القرآن يختلف عن الكتب المعهودة لدى البشر اللي دائما تتسلسل في إعطاء المعلومات. والقرآن مش بس بده يعطيك معلومات، لا، هو بده البشر ينتقلوا في منهجيتهم في التفكير. طيب، هذا تحدثنا فيها منهجية التفكير والقرآن. الآية التي تسبق فلا تطع الكافرين قول الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. لكن الحكمة هذا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية، وحنا سبق قلنا القرية هي المجتمع، من القري وهو الجمع، القرية المجتمع أو مكان الاجتماع البشري، إما الاجتماع البشري أو مكان الاجتماع البشري. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية مجتمع نذيرا. طيب، هي فقط المشيئة؟ لا، ما في حكمة، خصوصا انه الان بدها تختم الرسالات. الآية اللي بعدها ايش قال؟ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني القرآن، به القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. طبعا الآية مكية، الآية مكية. فلا تطع الكافرين، لاحظوا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن الحكمة اقتضت انه تختم الرسالات وتكون انت يا محمد صلى الله عليه وسلم النذير للعالمين كلهم. هذه السورة شو اسمها؟ الفرقان. طب اول آية في الفرقان ايش؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا من البداية أصلا سورة الفرقان تتكلم عن عالمية الدعوة. إذا كل البشر اللي جاءوا بعد نزول الإسلام مطالبين لتكون للعالمين. هناك أكثر من آية اللي تبين أنه حتى في سورة الفرقان أيضا فيها بعض الآيات اللي من نفسرها، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. لكن مبشر لمين ونذير؟
يأتي القرآن ويفصل إنه لكل البشر للعالمين نذيرا. إذن لو شاء قضية المشيئة، لكن طب ما في قدرة وفي مشيئة، ولكن في حكمة، في حكمة، حكمة الخالق الآن إنها تختم الرسالات. ليش تختم الرسالات؟ لأنه أصلا البشرية نضجت، إذا كانت في طفولتها البشرية وفي تدرجها، وخصوصا ما فيش اتصال بين الناس، كان ضعيف وسائل الاتصال والتفاصيل طويلة وحواجز اللغات والأمور هاي، فكان الله سبحانه وتعالى يبعث لكل أمة من يعلمها ويعطيها الدفعة، لأنه مهمة الدين من ضمن مهمة الدين يعطي الناس دفعة، يعني ينضجهم أسرع، بدل ما نتركهم هم يجربوا، لا احنا بنعطيهم دفعة. طيب والبشرية نضجت وأصبحت قريبة من أنه يكون أفقها عالمي، إذن الآن جاء الوقت أنه نختم الرسالة ونقولكم يا بشر دبروا حالكم من هون لا يوم القيامة. لقيت أنتوا وعيتوا والآن تعرفوا بهالرسالة، مش بحاجة أنه نبعث رسل كثير. لو شاء الله سبحانه وتعالى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعث في كل مجتمع نذير، لكن حكمته أن تختم الرسالة وتكون أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم اللي بدك تكون بالمهمة. شوفوا ما أضخمها، أنت لوحدك بدك تقوم بالمهمة، النبي الخاتم. طيب إذن ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين. هون تنبيه وتحذير، لفت انتباهه، طالما لاحظوا الوصف، فلا تطع الكافرين، مش فلا تطع فلان ولا فلان، بصفتهم كافرين، لأنه الكافر شو ممكن يصدر منه في مواجهة الدعوة؟ وانتم اليوم بتشوفوا ايش الكفار وافكارهم وعقائدهم المختلفة، وايش ممكن تكون هي بالنسبة للبشر، هي مصائب الحقيقة في النهاية بتصفي افكارهم وفلسفاتهم. طب هم ايش يعني فلا تطع؟ فلا تطع لانه هو الكافر والكفار بشكل عام بغض النظر عن عقائدهم وفلسفاتهم راح يظلهم يحاولوا في مواجهة الدين الحق. هو صحيح الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا هو خطاب لمين؟ إلنا في كل عصر. وإذا بتلاحظوا الكفار، يعني هجمة الكفار بعقائدهم المختلفة وفلسفاتهم على الدين الإسلامي بالدرجة الأولى، لأنه كلهم بيشعروا أنه هذا نقيضهم، كفر إيمان، تمام؟ فلا تطع. طب هاي فلا تطع إيش وراها؟ وراها أمور كثيرة ممكن ومداخل يدخلوا منها، فانتبه وتنتبهوا انتوا. فلا تطع الكافرين، بصفتهم كافرين. مثلا في السورة نفسها يعني قبل 20 آية من هذه الآية كان في اقتراح بدهم اياه ينزل بدفعة واحدة. شوف كيف بيفكروا انه ينزل القرآن دفعة واحدة،